شو هي الحقيقة بنظري؟ هي حقيقة وحدة وبس. مش عم صدق يلي عم بسمعه. لك انت شو؟ بلا ضمير بالمرة؟ بعد كل المشاكل اللي عم بتواجهه اعتذر مني. أنا اللي لازم اعتذر منك أو أنت اللي لازم تعتذر مني؟ لا أنا شو عملت لك؟ وأنا شو عملت لك؟ معقول بعد في مطرح للحب؟ شو عملتي أنت؟ أنا بحبك ومغروم فيك. برداني أنا. بشوف شي أبدا. يومياً بعد الأخبار على الـ MTV.